السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل حب. رزق المدني مصري مقيم في مدينة ما بين المضيق ما بين تطوان. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة النهاردة 15 رمضان، وبمناسبة رمضان بقى فلازم إن إحنا ما ينفعش إنك تمر على رمضان وجمال المغرب وجمال التقاليد والعادات والثقافة المغربية في شهر رمضان، الحريرة والبغرير وأيضا الشباكية ويعني حاجات ما شاء الله كتيرة جدا يتمتع بها أو تتمتع بها المائدة المغربية في شهر رمضان. الإفطار الجماعي، كمان الود والتعاطف بين قلنا أو التزاور ما بين الأسر المغربية، هذا من ناحية. الأمر الثاني كمان الأسواق هادئة، الأمر الثاني الشوارع أيضا فيها تحس كمان فيها لمسة إيمانية في الشوارع وأيضا في المساجد العامرة بين المصلين، وما شاء الله يعني الأمر بديع هنا في المغرب خاصة في شهر رمضان. طبعا طول السنة الحمد لله رب العالمين، لكن في رمضان له عبق خاص ومذاق خاص هنا في المغرب الحبيب. أشكركم وكل عام وأنتم بخير وأمن وسلام. وبهذه المناسبة ونحن في شهر رمضان ونحن في ليلة إن شاء الله بعد ساعات بليلة الجمعة، أسأل الله عز وجل أن يحفظ ملك هذه البلاد ويديم عليه عافيته ويحفظ أمن الشعب المغربي وأيضا يرزقه من حيث لا يحتسب. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.